احنا سعداء بان احنا موجودين مع النادي الاهلي. طبعا الاستاذ محمد كامل رئيس برزنتيشن كانت يعني بالنسبه لنا خطوه كبيره قوي، والدعم جه من كل مجموعه اعلام مصريين برئاسه الاستاذ تامر مرسي ان احنا نحط كل المجهود مع النادي الاهلي. طبعا رعايه النادي الاهلي هي رعايه النادي الاكبر والنادي الأحسن في أفريقيا وواحد من أكبر النوادي العالمية النهاردة، وهو النادي رقم واحد. فإحنا لما إحنا بنتكلم على النادي رقم واحد طبعا بيستاهل إن تشتغل معاه الشغل رقم واحد، فإحنا بنقدم للنادي الأهلي الشغل رقم واحد إن شاء الله. عايز أكلمك على الجمهور اللي هيبقى ليه تأثير كبير جدا النهاردة، أول مرة من فترة كبيرة نشوف 60,000 في استاد برج العرب، المساندة مطلوبة النهاردة، لو في رسالة بنقولها للجمهور، الالتزام مطلوب، جمهورنا على ثقة، إحنا عارفين إحنا عندنا ثقة كبيرة فيهم، بس إيه الرسالة اللي ممكن نقولها جمهور النادي الاهلي؟ كنت بقول لابني واصحابه من شويه وهم خلاص داخلين على الاستاد ان رجوع الجمهور مربوط بيكو، مربوط بالالتزام اللي هيحصل بالشكل الحضاري اللي احنا هنعمله. احنا هنقدم شكل حضاري مش لمصر ومش للامن زي ما بعض الناس بتقول، لا احنا بنقدم شكل حضاري لينا، للكوره بتاعتنا شكلها ازاي وشكلها بيبقى حلو ازاي لما بيبقى فيه جمهور. وهنشوف ان شاء الله اداء احسن كتير قوي لما يكون في جمهور، لان يعني الجمهور هو اللعيب اللي موجود معانا. ولو حضرتك خدت بالك احنا شعار برزنتيشن اللي كان الكوره حياتنا بقى النهارده الشعار اتغير وبقى جمهور الكوره حياتنا. فانت لو بصيت على شعار برزنتيشن بصفه عامه هتلاقيه جمهور الكوره حياتنا، واحنا بالنسبه لنا الجمهور هو الاساس. يعني ذكر الجمهور، الناس كانت بايته في الشارع وقدام التذاكر قدام الاستاد، يمكن الصور دي يمكن نزلت على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا، شفت الصور دي ازاي وبتاثيرها عليك يا مستر صح؟ انا هقول لك، انا جاي الفجر وانا جاي ما كنتش مصدق ان انا كل ما اقف في محطه بنزين الاقي كل هذا الكم من البشر موجودين لابسين تيشيرتات النادي الاهلي، شايلين الاعلام، الاعلام بتتباع على الطريق كله، تحس ان في مهرجان، الناس مبسوطة، الناس عايزة تتبسط. فاحنا كلنا تفاؤل ان احنا النهارده ان شاء الله هيبقى في فرصه عظيمه لان الناس دي كلها تفرح، مش بس 60,000 الموجودين، الملايين اللي بيتفرجوا، على عشرات الملايين بيتفرجوا على ده من خلال الشاشات ومن خلال قناه النادي الاهلي واللقاءات اللي انتوا بتعملوها اللي بتخلي الجمهور عايش، حتى لو ما كانش معانا في الاستاد يكون عايش مع الجو اللي موجود هنا. جو الحقيقه جو رائع. يعني اخيرا لو بنقول رساله بقى لعيبتنا ان شاء الله قبل لحظات من هذه المباراه، مستر حسام صالح تقول ايه لكل لعيبه النادي الاهلي قبل هذه المباراه الهامه؟ الحقيقه ان يعني انا ما اقدرش اوجه، انا مش راجل فني، يعني ممكن كابتن سيد يقدر يقول حاجات اكتر مني، انما انا النهارده اقدر اقول ان احنا محتاجين كل تركيز، محتاجين كل مجهود يتحط في الملعب. احنا بنتكلم على الدقائق بتاعتنا القليله قوي اللي بنلعب فيها الشوطين دول، هم دول الوقت اللي هيفرح ملايين وهيفرح ناس كتير قوي وهيخلينا نرجع حاجه من مجد من الامجاد اللي لازم ترجع اللي ده مكانها. فده طبيعي يعني سواء احنا في مجموعه اعلام مصريين برئاسه تامر مرسي او برزنتيشن برئاسه محمد كامل، احنا الدعم اللي احنا بنقدمه كرعاه هو ان احنا بنشيل كل الحاجات اللي تقدر عوائق او صعوبات تخلي الفرقه ما تلعبش بالطريقه المظبوطه او ما تخليش الاداء المظبوط، فبنذلل كل حاجه على امل ان احنا ان شاء الله هنأدي اداء عظيم ونوصل للمكسب اللي كل الناس متمناه. شكرا جزيلا، وان شاء الله نفرح مع بعض باذن الله بعد هذه المباراه. باذن الله، وشكرا للكابتن سيد، ونتمنى لقناه النادي الاهلي انها تبقى احسن واحسن واحسن ان شاء الله. شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا لمستر حسام صالح الرئيس التنفيذي لعمليات مجموعه اعلام المصريين، باركنا له طبعا لاعلام المصريين وشركه برزنتيشن على عقد الرعايه. يمكن اللي احنا شايفينه فندق الاقامه كابتن سيد في اهتمام كبير جدا، المستر محمد كامل موجود، الرئيس التنفيذي موجود لشركه اعلام المصريين، اهتمام كبير جدا بهذه المباراه. كل التمنيات كمان لفريقنا باذن الله ان يصعد من هذه المباراه لرادس، تكون نتيجه باذن الله مريحه تريحنا في مباراه العوده، وبناكد ان شاء الله ثقتنا لم ولن تهتز في لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني. باذن الله ان شاء الله نكون موفقين النهارده كالعاده، هنكون مستمرين معاك يا كابتن سيد هنا من فندق الاقامه وحتى ملعب المباراه. عوده ليك يا كابتن سيد عبد الحفيظ.